أهلا وسهلا بكم. قال الدكتور جبار السريسري وزير النقل أن الوزارة أمهلت محطات الاستراحات على الطرق السريعة فترة لا تتجاوز 4 سنوات لتسوية أوضاعها، إما أن ترتقي إلى المستوى المطلوب والمحدد محدد الشروط بالتعليمات الجديدة ويتم إزالتها بعد انتهاء مدة نهاية التسوية المحددة. وأوضح أنه تم تكليف لجان متخصصة فنية لتشييد محطات على الطرق السريعة والمهمة بما يتماشى وينسجم مع رغبة المواطن والمقيم والزائر كحال بقية المحطات في دول مجلس التعاون الخليجي. الحقيقة أن اللافت في هذا الموضوع هو موضوع قديم جديد، وأنا هنا بحاول مع ضيف العزيز أن نشوف إيش الأسباب. هذا الموضوع مرة يحال إلى الهيئة العليا للسياحة وهيئة السياحة، ومرة من المرات حالوه للغرف التجارية، وكان في محاولة ترسية لشركات أو محاكاة لتجربة معينة في الإمارات أو في أمريكا، وبعدين صار في لجنة مشكلة من ضمنها وزارة النقل. اليوم وزارة النقل في الموضوع، أنا خوفي أن إذا كثروا المسؤولين على الموضوع أنه يضيع. معي لمناقش هذا الموضوع الأستاذ أحمد الفالح، وهو نائب رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود. أهلا وسهلا بك. شكرا لحضورك، سعيد بوجودك. أول شيء تشوف أنه 4 سنوات يعني ما تشوف أنها مدة طويلة للتصحيح؟ أيضا في نفس الوقت هنا ما في مستمسك، يعني في عقوبة بقدر أنه الإغلاق، أيضا أنك أعمل المحطة بما يتماشى. يعني عمليا قد واحد مثلا في محطة في الوجه أو المحطة في الجنوب أو في الجوف قد مثلا يعمل محطة يرى أنها هي جيدة، بس مثلا لا تكون جيدة لبنيات خارج المملكة. المعايير ما هي واضحة في أبغى تعليقك على هذا الموضوع. حياك الله، مساك الله بالخير. في الواقع أنا ما أعرف هل الخبر هذا صحيح ولا لا، لأنه لن أعلق على كلام معالي الوزير لأنه خبر نزل في الصحيفة، فممكن يكون الخبر منقول عن طريق صحفي ويمكن ما تثبت من الفترة. هو ما نفوا ترى وزارة النقل، حتى اليوم حاولنا نكلمه. الفترة 4 سنوات غير واردة، الفترة كانت سنتين وانقضى من السنتين تقريبا سنة أو 8 أشهر أو 9 أشهر. يعني إذا تكلم عن 4 سنوات فترة قليلة، فمعناها المتبقي فقط سنة أو سنة أو شهرين. هي كافية أو غير كافية؟ في الواقع الأخ علي أن الوضع في محطات الوقود وضع غير مبشر، يعني ولا يرتقي إلى الوضع اللي حنا نتكلم عنه كلجان أو كمواطنين أو كمملكة، ولا يرتقي إلى الواجهة الاقتصادية في المملكة. لكن أنا أعزو هالشيء هذا إلى التقنين والأنظمة اللي طرحت في السابق. للأسف أنا تكلمت أنا في السابق عن أنه طرحت بعد الأنظمة الآن في صورتها اللي هي التشريعية من ناحية من وجهة نظر المشرع، وضعت الفترة الزمنية اللي هي تراها من قبلها. يعني لو أنا أتعرض للموضوع هذا، إحنا نتكلم سنة راحت والنظام الجديد يقول كل من يعمل في محطات على الطرق السريعة يجب أن يكون مؤهل. الآن مشت سنة تقريبا ولم يؤهل أحد. لو فتحنا الباب من الآن ونفترض أنه ما بقي إلا سنة للفترة هذه اللي هي سنتين، ما في شيء اسمه 4 سنوات. أوكي، إذا فتحنا الباب من الآن لو نقول وزارة أهلت الشركات للبدء في العمل الآن، أوكي، الترخيص للحصول على ترخيص بناء محطة يتطلب أكثر من سنة مع البلديات. فمعناها على المقياس اللي حطوه لمدة سنتين نتكلم حنا عن إغلاق جميع المحطات على الطرق السريعة. طيب أستاذ أحمد، يعني الآن هل في تجربة راح نحاكيها؟ لأنه في كلام الغرف التجارية غير، وزارة النقل غير، هيئة السياحة غير، كيف راح تكون المحطات؟ ما في تجربة، هم وضعوا شروط فقط، شروط تقييدية. قال لك في المحطات قللوا المحطات من 5 محطات، 2 على الطرق السريعة، 3 داخل المدن، إلى 4، 2 على الطرق السريعة و2 داخل المدن. وضعوا الاشتراطات فقط، اشتراطات تنظيمية من ناحية البناء ومن ناحية المساحة. هذا حسب مساحة المدينة ولا كيف؟ لا، ما لها دخل بأي ارتباطات أبدا، فقط مجرد أنه والله أقول أنا المساحة، سواء تتكلم أنت في عرعر ولا تتكلم في الطائف. بس عشان نوضحها للمشاهد، يعني اليوم في الرياض لما تقول 2 2 يعني 2 حطها على طريق الدمام و2 في لا فئتين، قصدي انه 2000 متر و3000 متر. في السابق كانت 1200 و2000 و3000، يعني كانت 3 فئات. الان قصروها في المدن الى فئتين، فئه جيم وفئه دال، وقللوا بعض الخدمات فيها، وزادوا المتطلبات على المساحه، وزادوا المتطلبات على عرض المحطه في الشارع، فصارت نوع من القيود الاضافيه على المحطات. الآن تتكلم عن فترة السنتين، السنتين لا تنطبق على ما هو داخل المدن، عشان نكون بس واضحين أن كل التصريح الآن تتكلم عن ما هو خارج المدن وعلى الطرق السريعة، وهذا بسبب يعني السياحة وبسبب ما جاء من ملاحظات من السواح ومن الزوار ومن مرتادي الطرق. الطرق
فئتين، الفئة الأولى اللي هي الكبيرة 10,000 وما فوق، و 6,000 إلى 10,000، هذه الفئتين فقط. هل الفترة كافية؟ أنا برأيي، والواحد يكون عادل في الموضوع، غير كافية، لأنه لحد الآن ما تأهل أحد. ولو أهلنا اليوم مثل ما قلت أنا، يبي لنا سنة عشان ناخذ تصريح من وزارة البلديات، ويبي لك سنة ثانية عشان تنشئ. فمعناها لتر اللي نقدر نتكلم بس كأنه ملاك المحطات عندهم شعور أنه منتم يعني ما في جدية في العقوبة، لذلك ما في حماس يعني الآن، ما في تغييرات لا لا في المرة هذه. لا، أنا أعتقد أنهم جادين حتى قبل الوقت، لأنهم الآن بدأ يوقفون كل شيء. الآن لو تروح إلى محطة قائمة تبغى تأخذ فيها عليها تصريح ولا تعديل ولا تبديل، بدأت البلديات تتوقف تقول لك لا، يجب أن تكون عن طريق شركة مؤهلة. هذا إيجابي، لكن أنا تكلمت في السابق أنه بعد موضوع الشركة المؤهلة هذا عليه علامة استفهام بالطريقة اللي صيغت. إحنا كنا نتكلم عن محاكاة، تقولي محاكاة شركات، هو نظام مجلس الوزراء، قرار مجلس الوزراء كان واضح وصريح، يقول تحويل القطاع الفردي إلى قطاع مؤسسي مؤهل. أوكي، للأسف أنه الصياغة جت بأنه الشركة الوطنية هي تعرفها أي شركة تعمل في أي مجال لمدة سنة واحدة، وهذا يعيدنا إلى منطقة الصفر مثل ما قلت أنا أول. ما ينفعنا بشيء. طيب، ما يتعلق بالعقوبات فقط إغلاق، ولا في عقوبات مالية، في عقوبات؟ لا، ما في، فقط مجرد إغلاق المحطة، سحب الرخصة وإغلاق المحطة، وإلا ما تقدر تبني خلاص. من الجهة التي ستراقب؟ هو في البداية كانت الجهات متفرقة، كانت كذا جهة هي تتولى الأمر. نعم. الآن اتفق نهائيا على أن وزارة البلديات هي الجهة المعنية في إدارة هذا الموضوع، والتأهيل عند وزارة البلديات. في طرق أحدث ذكية مثلا، هل سيكون هناك قاعدة لمثلا ربط المحطات المملكة بمثلا كاميرات لمراقبة حاليانية، توثيق الشكاوى في وقتها، بدل أنه ما يكون مراقب قد يكون من نفس المنطقة وبالتالي يتعاطف مع مالك المحطة ويرجع في نفس للأسف إذا تتكلم عن الرقاب هي لا زالت الطريقة التقليدية اللي تترجع للمراقب نفسه بشخصه، متى يروح متى يجي متى يبغى في رأيه. حتى بعض المراقبين للأسف يمكن ما يكون عنده معرفة في اللائحة ولا يتكلم عنها. لكن إذا نتكلم عن واجهة ممكن تصير هي المنظار، الآن يمكن قرأت في السابق أنه أرامكو راح تدخل الصناعة هذه. أرامكو ستبدأ في تطوير محطات وقود على الطرق السريعة، وإذا دخلت أرامكو المجال هذا فتعرف معنى أرامكو. أنت معنى أرامكو راح تطرح نموذج مكلف للجميع، لكن راح تكون واجهة. الشركات الآن قائمة على عمل بعض الشيء وتطوير الحال من مكان إلى أفضل، وفيه اجتهادات جيدة، لكن الشيء الوحيد اللي كان يعجز الشركات أنه القطاع مسيطر عليه من قبل الفردية بنسبة 90%، يجعل المنافسة غير عادلة أطلاقا. لكن واجهة أرامكم تكون هي واجهة جيدة، ما أخذنا على التقنين اللي يوضع، ما أخذوا على الأنظمة اللي وضعت، أنه دائما المشرع ينظر فقط إلى النتيجة بدون المدخل. احنا دائما نقاش نقول اذا انت تبغى نتيجه كما رايتها في امريكا ولا في استراليا ولا في دبي ولا في اي مكان، يجب ان تنظر الى المدخل. المدخل جزء منه هي الحكومه او التشريعات. اذا ما نظرنا لهذه ونظرنا الى هم المشرع المشغل، فلن نصل الى النتيجه ابدا. نعم، شكرا لك استاذ احمد الفالح، نائب رئيس اللجنه الوطنيه لمحطات الوقود، على حضورك معنا في استديوهاتنا في الرياض. شكرا لك. اشكركم انتم لانكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في اهلا. احب اذكركم انه ضيف مائده الثلاثاء غدا في اهلا هو الكاتب شلاش الضبعاني، أتينا بهموم حفر الباطن وبعض أجزاء المنطقة الشرقية. تابعونا غدا في أمان الله.